من الاو تي في صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من حوار اليوم يلي راح ابديها مع نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش اللي اصبح معي مباشر عبر الهاتف، ولا سيما انه رئيس المكلف سعد الحريري بدا زيارته الى باريس امس، وعلى مزيد من التفاصيل دكتور علوش صباح الخير. صباح النور. السؤال البديهي اليوم، الرئيس سعد الحريري موجود في باريس منذ يوم يعني امبارح، هل التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو متوقع هذا اللقاء أن يكون اليوم بحسب ما رجحت كل المعطيات، هل كان هناك من لقاءات مع خليط الأزمة اللبنانية من برنار إميه وغيرهم؟ طبعا كل اللقاءات الرسمية مع بفرنسا يعلن عنها، يعني ما في لقاءات سرية، لأنه عمليا القانون هيك بيقول، فما إلا إذا كانت لقاءات مخابراتية. فبالتأكيد أي لقاء على المستوى الرسمي راح يتم الإعلان عنه بشكل واضح، لهيك مؤكد إنه ما صار اللقاء، ربما صارت لقاءات دردشة مع بعض المسؤولين، لكن بالتأكيد على المستوى الرسمي بعد ما فيش. بس دكتور قال انه فرنسا ما بدها يعني تظهر هذا اللقاء، هناك تعتيم فرنسي على اللقاء المرتقب، حتى الصحفيين المعتمدين بالإليزي بحسب المعطيات ما قدروا يحصلوا على موعد اللقاء لانه باعتبار فرنسا بدها تبين انه هي على مسافه واحده من الجميع، وانه ما بتميز طرف لبناني على طرف اخر، ولا سيما انه سعد الحريري هو رئيس مكلف وليس رئيس حكومه. دقيقه هذه المعطيات. طيب خلينا نذكر انه الرئيس الحريري هو رئيس مستقيل التقى بالرئيس ماكرون عده مرات وقت حتى بفرنسا، فلهيك يعني ما هذا المنطق طبعا. قد يكون هناك هالحاجه هذه، يعني اذا بدها تصير لقاءات من دون اعلان عنها فاكيد انا ما راح اعرف فيها، يعني حتى ولو كنت نائب رئيس تيار السابق، الا بعد ما تحصل ساعتها بنحصل على بعض التفاصيل اذا صار هالشيء. طيب دكتور، اليوم في اتصال لفت من الرئيس سعد الحريري اعلن عنه الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهذا الاتصال من باريس حصل. هلا بالجوله عمومي انه بحثوا ملف تشكيل حكومه وكان هناك تقارب في وجهات النظر للتطورات العامه، لماذا هذا الاتصال؟ هل هناك من ما بعرف امر ما بحثوا الرئيس سعد الحريري مع وليد جنبلاط؟ عندك اي معطى؟ لانه لافت ان يتصل من العاصمه الفرنسيه سعد حريري بي وليد جنبلاط مع حفظ الألقاب. أنا بالتأكيد يعني كان في إيحاء أنه الجو مش كتير مريح بين الرئيس الحريري بين الأستاذ وليد جنبلاط على مدى الشهر أو الشهرين الماضيين، يعني كان في تعليقات لافتة لوليد جنبلاط بهالخصوص هذا. ف يعني لكن الرئيس الحريري حريص أنه لأسباب تاريخية، لأسباب العلاقة بين وليد جنبلاط ورفيق الحريري، وايضا لاسباب سياسيه، دائما هو بيحاول انه يلاقي تفاهمات بهالخصوص هذا، وهذا الاتصال بيدخل بهالاطار. بدي بس قاطع عشان رح نكمل هذه المداخله، كنت عم بتقلي عن الاتصال ما بين الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط، هل اتى يعني لترطيب الاجواء من قبل الرئيس سعد الحريري مع وليد بيك؟ بالتاكيد هذا جزء منه، وايضا كمان يعني الاستاذ وليد جنبلاط بحاجه هو كمان يرطب الاجواء، لانه باكثر الاحيان المبادره بالهجوم بتكون من الاستاذ وليد جنبلاط، لكن الاهم من هالشيء هذا يعني بدنا نطلع من مساله شخصنه الامور، في حاجه للتفاهمات السياسيه على الامور بغض النظر اذا كنا في ود ولا ما في ود، هلا الود بيساعد لكن بالتاكيد ما بكفي لهالامور، لانه كان ود كثير عظيم بين فخامه الرئيس ورئيس سعد الحريري، لكن هذا ما ادى الى تفاهم سياسي كافي. اها دكتور علوش، وليد جنبلاط كان نصح الرئيس سعد الحريري بانه يعتذر وينسحب، ما تعني؟ طبعا هذا رايه للاستاذ وليد جنبلاط، لكن مش بالضرورة أنه يكون مقدس هذا الكلام، ولا خاصة أنه لا يستند إلى ماذا بعد، يعني الأكثرية أنه بيحكوا شيء أنه اطلع من القصة. هلا قد يكون هذا حل بمرحلة من المراحل، لكن بالنسبة لنا منا شايفين أنه خيار الاعتذار رح يؤدي إلى تغيير المعطيات.
طيب بالنسبة للحراك الخليجي، حراك دولة لافت، الحراك الفرنسي عم نشوف شو عم يعمل الرئيس الفرنسي، ولكن زيارة لافتة بالأمس إلى وزير خارجية قطر حط في لبنان، وسمعنا شو قال، وكل هذا الأمر يترافق مع حراك للسفير السعودي. بداية، هل تعتبر أنه زيارة وزير خارجية قطر هي يمكن القفز فوق المبادرة الفرنسية، ما بعرف، وإفشال فرنسا، ولا لا هي مكملة للمسار الفرنسي؟ خليني أكد أنه فرنسا شريك تاريخي لقطر، أو على الأقل على مدى سنوات طويلة، وهالأمور ظهرت بأيام ساركوزي، وقتها في صفقة 15 مليار دولار حتى نتذكر بين قطر وبين فرنسا، كما أنه فرنسا هي شريك أساسي للإمارات العربية المتحدة، وبدنا نعرف انه اهم قاعده فرنسيه موجوده برات فرنسا هلا موجوده ايضا بالامارات، فلهيك ما بظن انه الامور هي للاوطبه او شيء من النوع، هي لايجاد حل تكاملي، لانه لا قطر عند الحل السحري الكامل، ولا الامارات ايضا عند الحل السحري الكامل، ولا حتى السعوديه لو حتى لو دخلت على الخط عند الحل السحري الكامل. انت بحاجه انك مثل ما عم يقول الرئيس، عم يعمل الرئيس الحريري بناء تحالف دولي عربي وغربي لحتى نقدر نامن مظله امان الى ما بعد الحكومه، لانه كل المعطيات بتقول انه نريد حكومه لنتفاهم معها على الاقل. فلهيك عمليا حتى الحراك القطري هلا يدخل في نفس القصه، لكن لاحظي انه ما اجى أو ما بلش هذا الحراك إلا بعد ما صار التفاهم بين دول الخليج، يعني بالقمة العربية الخليجية الأخيرة. صح. فإذا أنا بدي أعتبر إنه هذا الكلام هو تكامل أكثر ما هو منافسة بهالحالة، لأنه نحن وقت اللي بيصير في تنافس ندفع الثمن. صحيح. السؤال كمان يعني بديهي، السفير السعودي اليوم عاد إلى بيروت من أيام واستأنف نشاطه بحركة دبلوماسية لافتة جدا، التقى سفير روسيا، ومن المتوقع أن يلتقي سفيرة الولايات المتحدة والسفيرة الفرنسية. هل السعودية تبدل موقفها من ملف لبنان؟ كانت قبل بكل وضوح مش مهتمة بهذا الملف، اليوم ما هي المعطيات لديك عن حراك السفير السعودي؟ هل يأتي ضمن الحراك الخليجي ولا انه لا تنشوف شو بده يصير؟ اول شيء خلينا ناكد انه نحن من وقت اللي السعوديه اعلنت انها هي او على الاقل تصرفت بشكل انه لبنان حاطته وراء ظهرها، كان كلامنا الدائم انه الفراغ يعطي مجال للمرض انه يفوت او المنافسين انه يفوتوا. أنا بظن إنه هلأ بهاللحظة هيدي بظل التفاهم اللي حاصل ربما يعني قرر السعودية أن تعود إلى الحراك على الأقل الدبلوماسي بهالخصوص هيدا. أما العلاقات كما كانت بالسابق ستحتاج إلى جهد سياسي جدي، ومن ضمنها هي كيفية إصلاح العلاقة بين رئاسة الجمهورية بالتأكيد مع الحراك الخليجي ورغم أخص مع السعودية، لكن الأهم هو السعودية ما غيرت رأيها. إذا كان حزب الله موجود بالسلطة فأنا ما رح مد إيدي للمساعدة. يعني لا تزال السعودية حتى هذه اللحظة ترفض أن يترأس سعد الحريري حكومة فيها حزب الله؟ مش يعني سعد الحريري قراره هو اللي بياخده، لكن مشكلة السعودية هي مع لبنان، مع الحكومة اللبنانية، إن كان سعد الحريري رئيسها ولا ان كان اكس من الناس رئيسة. الاساس هو هي الحكومه كيف تتالف، لانه انا اذا كنت على المستوى الشخصي اذا واحد عم يشتمني كل الوقت وعم يعمل مؤامرات ضدي كل الوقت مثل ما عم يعمل حزب الله ضد السعوديه، فاذا كان جزء من الحكومه بقول له حبيبي انا ما بتدخل فيه. تتوقع أن يؤدي هذا الحراك يعني اللافت جدا من قطر إلى الإمارات إلى اليوم الحراك الدبلوماسي السعودي والحراك الفرنسي إلى الإفراج قريبا عن الحكومة اللبنانية؟ والسؤال الأساسي يعني الأمريكا هل أعطت الضوء الأخضر بشكل واضح إلى الرئيس الفرنسي ولا أنه لقى مثل فرصة أنه يشتغل ونشوف شو بيطلع؟ كل المعطيات بتاكد انه امريكا ما تعتبر هلا لبنان انه هو اولويه، لا بل هو جزء من ملف، جزء من ملف
هي عم تدور على الحلول الأبعد اللي هي الملف الإيراني اللي بتعتبر أنه لبنان جزء منه، لأنه عمليا بكل موضوعية معظم الأوساط الغربية بتعتبر أنه لبنان هو بلد محتل أو بلد أو هو مستعمرة إيرانية على من الناحية العملية بهاللحظة هذه. فالحل على الأولويات هي بالنسبة لإيران، خاصة الملف النووي وغيره والمسائل المتعلقة بالأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية، هذه القضايا من ضمنها في ملف لبنان. لكن ما في شك أن الولايات المتحدة مش أنه والله ما بتعتبر لبنان مهم. أنا أذكر أنه السفارة الأمريكية لا تزال قيد البناء والتوسيع بمبالغ كبرى، هناك قاعدة عسكرية موجودة بحماد، رغم يعني في اهتمامات بالتأكيد بالملف اللبناني. لكن مسألة تأليف الحكومة، مشان خلينا نكون واضحين، هي مرتبطة بتوقيع رئيس الجمهورية. منا مرتبطة دكتور بكل صراحة بالوضع الخارجي، يعني شفنا رئيس بري عم بيقول انه المشكلة من عندياتنا، بس نحن كمان شفنا لما استلم الرئيس بايدن وانت تحديدا كنت تقول ترتبط بمفاوضات، هناك ما بعرف اطراف تنتظر المفاوضات الامريكية الايرانية، وبالتالي شفنا لما استلم بايدن وصار الاتصال الفرنسي بلشت الامور شوي تتحرك. هل فعلا مقتنعون انه المشكلة من عندنا نحن؟ برجع باكد في يعني بالنهاية لو فخامة الرئيس وقع على التشكيلات المختلفة اللي قدمها سعد الحريري من شهرين كان صار عندنا حكومة بغض النظر عن بايدن وروحاني وخامنئي وماكرون. هل سيزور رئيس سعد الحريري بعبدا فور عودته إلى بيروت؟ هل هذه العودة كمان مرتقبة؟ هل قربت قبل أربعة بطبيعة الحال قبل 14 شباط؟ أنا بظن أنه أكيد رح يكون قبل 14 شباط في لبنان، لكن لحد هلا ما عندي معطيات إضافية غير أنه الرئيس الحريري قدم أقصى ما يمكن بالتشكيلة الأخيرة. وقت اللي فخامة الرئيس بيلاقي حاله اقترب من أفكار التشكيلة اللي هي بعدها 18 وزير دون تلت معطل من دون وزراء حزبيين، ساعتها بتلاقي سعد الحريري موجود بقصر بعبدا لا يتفاهم مع فخامة الرئيس. دكتور، ما دقة ما قيل انه اللي عم ينشغل عليه بالنسبه لعدد الحكومه هو وزير ملك يكون يعني مثل ما بدي اقول وديعه فرنسويه بس متفق عليه بين الكل وبتكون في فرنسا هي عاتي الاوكي عليه؟ تجربه الوزير الملك ما كانت ناجحه بالسابق، خاصه وقت اللي الاستاذ جبران باسيل انقلب على الحكومه بمساعدة الوزير الملك ونعطى وان واي تيكت لسعد الحريري. فيمكن هذا الوزير الملك إذا كان حقيقة تابع لفرنسا فيمكن فخامة الرئيس أو الأستاذ جبران باسيل ما يوثقوا فيه. حتى إذا تابع لفرنسا ما بيوثقوا فيه يعني برأيك؟ ما بظن، لأنه في البعض بيعتقدوا أنه فرنسا متآمرة مع سعد الحريري. بس هيدا عم بتقول انه بيعتبروا رئيس الجمهوريه والوزير باسيل انه فرنسا متآمره مع سعد الحريري؟ ربما، هلا عم اقول لك لهيك انا ماني اكيد. بالنهايه اللي بهمنا بصراحه كلبنانيين تخريجه تقدر تريحنا وتعطينا امل انه هناك امل بالانقاذ او بوقف الانهيار. فاذا ضبطت الامور ووافقت الاطراف فبين على الاقل سعد الحريري ورئيس الجمهوريه ساعتها الامور بتمشي. رح يكون في تخريجه قريبا؟ لا اختم، ما عندي معطى بهالموضوع هيدا. علينا انه ننتظر خلال الايام اللي جايه، لانه انا بظن في كثير شغلات حاميه هلا بهاللحظه هيدي، خاصه هي اللي كمان رح تقرر طبيعه الخطاب الرئيس سعد الحريري ب 14 شباط. بدي اشكرك على هذه المداخله دائما عبر هوا الاو تي في دكتور مصطفى علوش نائب رئيس سيارة المستقبل، شكرا لك. ضيفي بدي ارحب فيك. شو ما في عجلة على التأخير؟ لا ما في فيصل القصايغ عضو اللقاء الديمقراطي، اهلا وسهلا فيك. تسلمي. لشو تاخرت؟ والله بنعتذر اول شيء من المستمعين الكرام ومنك لانه رجعنا على المزرعه ما شاء الله، يعني كانه ما في لوك داون، وبعدين مسكره يزرع المحكمه العسكريه المتحف مسكر الطريق، فاضطرينا نرجع نبرم البرمي ونجي بطريق تاني وبتعرفي. طيب بس لانه تاخرت اضطريت يعني كرمال الهواء خلينا بس ناخذ مباشر كمان اصبح معي الوزير السابق غسان عطله. صباح الخير. صباح النور. يا اهلا وسهلا لك ولضيفك. استاذ غسان، عم نشوف رئيس الحريري في باريس، يتوقع ان يلتقي الرئيس الفرنسي،
كان في اتصال من سعد الحريري محافظ الألقاب بوليد جنبلاط من العاصمة الفرنسية اليوم تحديدا. عندكم أي جو أنه قد يعود الرئيس الحريري بحل ما من فرنسا؟ حل نهائي لتشكيل الحكومة ما بعتقد انه بالوقت الحاضر موجود. يعني بالوقت الحاضر هناك محاولات ل يعني مساعدة بحل حالة بعض الأمور العالقة، ولكن حل نهائي قبل زيارة ماكرون إلى السعودية بعتقد ما راح يكون في جولة حل نهائي. يعني اليوم نحن إذا بنشوف الأمور كيف عم تمشي بنقدر هيك نرسم خارطة واضحة بأنه حضور مصر وتدخلها بالملف اللبناني هو محاولة لمساعدة الرئيس المكلف على حلحلة بعض الأمور العالقة مع دول الخليج من خلال مصر وفرنسا. قبل ما نوصل لهيدي النتيجة ما بعتقد بإمكان الرئيس المكلف إنه يألف حكومة. يعني المشكلة ليست لا عند الرئيس ولا في أي مكان، المشكلة عند بعض الأمور العالقة عند الرئيس المكلف مع بعض فإذا الدول. ليش اليوم الرئيس المكلف يجول في دول مؤثرة جدا من الإمارات، مصر، تركيا، فرنسا، إذا عم نقول إنه بكير بعد بدنا ننطر زيارة الرئيس الفرنسي إلى السعودية؟ قلت لك محاولة لحلحلة بعض الأمور العالقة مع دول الخليج. يعني مصر اليوم بتصور هي الدولة الوحيدة اللي دعمت الرئيس المكلف أول مرة، يعني وقتها قالت له إنه نحن رح نكون معك إذا بتقدم ترشيحك. لم يكن هناك أي دولة أخرى تدعم تكليف الرئيس الحريري إلا مصر. ف اليوم مصر عم بتكفي بمساعدة الرئيس المكلف لحلحلة الأمور العالقة عنده مع بعض الدول الرافضة كانت بتكليف الرئيس الحريري على رئاسة الحكومة اللبنانية. قبل ما يصير هيدا الشيء بعتقد من الصعب الكلام عن تأليف حكومة. يعني فهيدا يعني عم الموضوع بتقول صار واضح. انه الرئيس سعد الحريري جولته هي لمحاولة حلحلة بعض الامور العالقة عنده عند بعض دول الخليج، صح؟ نعم، وهذا الشيء هذا طيب. الشيء واضح. يعني واضح انه حاول مع دولة الامارات حلحلة المشكلة مع السعودية ولكن لم ينجح. اليوم بزيارة مصر وعد بانه مصر ستتدخل بهذا الموضوع. فرنسا اليوم بزيارتها على السعودية رح يكون كمان في لها تدخل بهذا الموضوع للوصول لنتيجة معينة. ولكن أنا بعتقد إنه بمعلومات إنه حتى المصريين بالزيارة الأخيرة نصحوا الرئيس الحريري بالتعاون مع رئيس الجمهورية وفكفكت بعض العقبات اللي موجودة، لأنه إذا بنلاحظ يعني على مرحلة ال 14 زيارة كانت دائما عقبه ورا عقبه ورا عقبه ورا عقبه، بتاكد على انه الارتباك هو عند الرئيس المكلف بتاليف الحكومه وتاخيره دائما كان لحلحله بعض الامور. وهلا اليوم عم تتوضح الصوره اكثر بالزيارات اللي عم تنعمل وباللقاءات اللي عم تنعمل انه الهدف الوصول لنتيجه مع بعض الاصدقاء للرئيس الحريري اللي هن رافضين تكليفه رئيس يعني مصر حكومي. وعدت الرئيس سعد الحريري انها تتدخل مع السعوديه، طب اليوم عم نشوف السفير السعودي حراك لافت له، كان في غياب تام للمملكه العربيه السعوديه عن الملف اللبناني، التجاهل تام. اليوم هذا الحراك منه بدايه لعوده السعوديه الى ملف لبنان وبالتالي ما بعرف رضا على تشكيل حكومه برئاسه سعد الحريري؟ بعتقد الحراك باليومين الاخيرين لافت للجميع، ان كان الحراك القطري او الحراك السعودي او بعض الامور الاخرى، ولاحظنا كمان حراك السفير المصري. يعني وكانه يعني هناك حلحله جديده لبعض الملفات مع وجود بعض العقبات اللي كمان كل واحد عم بيعطي وجهه نظره. بعتقد انا اليوم نحن بلبنان سمحنا لكل العالم أن يتدخل بموضوع تأليف الحكومة بالوقت اللي كان مطلوب اتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وأنه يكون الملف لبناني لبناني. يعني بدل ما نعمل تشاورات مع الكتل النيابية ومع الممثلين الحقيقيين للشارع اللبناني والشعب اللبناني وتنقل هذه المشاورات للقاءات بين رئيس الجمهورية ورئيس المكلف للتفاهم والتوافق على حكومة لبنانية، دخلنا كل العالم بزيارات خارجية واتصالات خارجية
خلينا كمان الخارج يرجع هو كمان يفوت على هذا الملف اكثر واكثر، وهيدي نتيجتها عم ننسى اليوم انه كل السفراء يتعاطوا بملف تاليف الحكومه بلبنان. بس يعني لافت انه السعوديه يبدو عم بلين موقفها، صح؟ نحن اليوم امام فتره من الضوء البرتقالي، يعني لا اخضر ولا احمر، نحن بفتره اللون البرتقالي. إذا كانت زيارة ماكرون للسعودية أتت بنتيجة جيدة سوف ننتقل إلى اللون الأخضر ومن ثم إلى تأليف حكومي، أما إذا لم تكن الزيارة مثمرة فأنا بعتقد أنه سيكون هناك اعتذار للرئيس الحريري وننتقل إلى اللون الأحمر. يعني سيعتذر رئيس سعد الحريري إذا فشلت هذه المحاولات؟ على الأرجح. على الارجح. طيب في شيء عم ينحكى بفرنسا، بكون ساعتها رح يتذكر نصيحه الاستاذ وليد جملاط. بس لانك حكيت عن وليد جملاط رئيس الحزب التقدم الاشتراكي، اليوم في اتصال من سعد الحريري من باريس، كيف قرات هذا الاتصال؟ بعتقد بهذا الجو كمان انه لوين وصل وكل شيء، لانه هو بيعرف انه جور الاستاذ وليد جملاط هو نصيحه بان يعتذر عن تكليف الحكومه، لانه بعتقد الاستاذ وليد جملاط يمكن اجواءه الخارجيه كلها رسمت صوره عنده انه ما في موافقه كامله من كثير من الدول على تكليف الرئيس الحريري. مشان هيك نصحه بالاعتذار. بعتقد هذا الشيء. يتوقع ان يزور بعبدا برايك؟ ما المطلوب من سعد الحريري قبل ما يختم معك؟ قبل 14 اذار ما بتوقع، وقبل ما يكون عنده اجواء واضحه كمان ما بتوقع، يعني اليوم برجع باكد لك انه من اول تاليف من تكليف الرئيس الحريري كان عنده 10 ايام كان قادر يالف فيها حكومه لو تعاطى بشكل جدي وواضح مع رئيس الجمهوريه، كانت الامور مسهله لتاليف حكومه، ولكن بعد ما تبين اجواء معينه خلته يضرب فريمات الرئيس الحريري بلشت العرقه اليوم بعد يوم، ولمسناها بكثير ملفات، يعني حتى لما توافق على حكومه 18 رجع سحب المبادره تبعوله سحب المبادرة تبعوله بملف الداخلية والعدل. طيب. وكل ما كان رح تتسهل ملف معين كان رح يرجع الحريري يلاقي عرقلة جديدة، لأنه المشكلة أنه ما كان عنده إمكانية. أوكي، بالنسبة للعدد في إعادة نظر ب18؟ بالتأكيد. بالتأكيد؟ بالتأكيد. هو مصر أنه 18 ونقطة على السطر. وأنا بقول لك أنه سيعود الرئيس الحريري في حال اخذ الضوء الاخضر لتاليف حكومه الى خارطه الطريق اللي رسمها رئيس الجمهوريه. شكرا لك. شكرا. يعني على حكومه 20. على حكومه 20 او 22. ولكن لا عوده لحكومه 18. شكرا لك غسان عطل على هذه المداخله، عفوا على المقاطعه عن جديد. بدي ابدا في كثير ملفات، خليني ابدا من اتصال لافت اليوم من قبل الرئيس سعد الحريري إلى وليد جملاط، هذا الاتصال حصل من باريس اليوم. دكتور علوش قبل شوي بيقول كان في جو من ما بعرف عدم الود أو هيدا الاتصال لترتيب الأجواء، بما أنه وليد جملاط نصح الرئيس سعد الحريري بالاعتذار، ما هو هدف هذا الاتصال؟ هل طلب شيء سعد الحريري من وليد جنبلاط؟ وكيف كان جو الاتصال بشكل عام استاذ فيصل؟ معلومات اللي لحد هلا يعني اتصال ايجابي جدا، مثل ما نزل بالبيان رئيس وليد جنبلاط انه في تطابق بوجهات النظر، وبالتالي هو استمرار للتشاور كان يحصل، يعني منه سر انه صار في عتب بفترات معينه من رئيس حريري على نصائح نصح فيها رئيس وليد جنبلاط، وبالتالي وانما ما وصل الموضوع ولا لحظه، ما وصل لخلاف، ما وصل لاكثر من عتب يعني، والامور مؤخرا جيده جدا يعني. بطل بس وليد جنبلاط ان يعتذر سعد الحريري؟ نحن بعدنا بصراحتنا المعهوده، والرئيس حريري عم بحطنا صار اكثر بالاجواء، يمكن هيدا الاتصال مهم لنكون كمان عايشين اجواء التطورات اللي عم تحصل معه، واللي بدها شوية وقت لتستوي مثل ما قالوا ضيوفك، يعني بدها وقت لتستوي. طبعا بتقول يعني لافت انه وضعه في الاجواء، ليش تحديدا وليد جنبلاط دون غيره من أكيد القيادات السياسية؟ اكيد صار مجموعة اتصالات، يعني اكيد الرئيس حريري عم بيتابع من باريس مع اكثرية القوى اللي بتعني له شو عم بيصير معه يعني، فاكيد في تواصل مع الاخرين. هلا اعلنت نحن اتصالنا تما نخلي شك انه في لا سمح الله خلافات او سلبيات في العلاقه، يعني يمكن مشان هيك عم يتواصل مع الكل حتى فريق رئيس الجمهوريه.
الا فريق ناطرين ما هي بعضهم. المشكلة لا الأساسية. بيتواصل يعني مع الرئيس بري اكيد، محطوط بالجو رئيس رئيس بري، بري وليد واكيد شوبلاط. ايه الاخرين محطوطين بالجو، بس رئيس الجمهورية ناطرين بعضهم. يعني بعد الفيديو الاخير اللي صدر من ابو عبده واللي اتهم فيه الرئيس حريري بالكذب، يعني طبيعي الرئيس حريري ناطر عزيمه، والرئيس الجمهوريه معتبر انه ما بده عزيمه، انه القصر قصره، فناطرين بعضهم. انت مع هذا التصرف؟ واثنيناتهم ناطرين الخارج كمان، ما في شك ناطرين اجواء خارجيه اثنيناتهم. بس انت يعني ما بتعتبر انه يخطئ الرئيس الحريري عندما يتشاور مع الكيل وفريق اساسي؟ يعني ما بيتشاور معه؟ لا بس هو المشاورات اتصال اقل المشاورات اتصال. الاساسيه كانت مع رئيس الجمهوريه، نحن فعلا صدقيني اكثرنا، وقال الرئيس بري ونحن قلناها، ما كنا بجو لا الاسماء ولا التركيبات المضبوط. يعني كان عم بيصير مشاورات، والمشاورات ما لنا سر انه ما كانت بمعظم الاحيان مرضيه لنا، بالعكس يعني كنا نحن عم نعتب وغيرنا عم يعتب. الوحيد اللي كان عم يشوفه وشافه 14 مره هو فخامه الرئيس يعني، و14 مره طلع لعنده، وانما وصلوا الى شيء، الى خط مقفل، والرئيس حريري اعتبر انه ناطر مبادره من فخامه الرئيس يعزمه عزيمه على فنجان قهوه ويفتح الخط. صار في محاولات اللي وابراهيم والكتار انه حاولوا يعملوا مخرج لهذا الموضوع. رئيس الجمهوريه معتبر انه ما في لزوم انه ساعه اللي بحب يطلع، يعني في شويه ظلم، يعني قله عداله، يعني بروتوكوليا انا لو محل فخامه الرئيس وهذا عهدي بهمني حلح الامور، بهمني اوصل لنتائج، مش بس بتنازل وبسير وكذا. يعني ما في خرق للدستور هون، يعني ما في خرق للدستور اذا مين اتصل بمين، وما في عن صلاحيات اللي هي بقيت له يعني من ايه. بس لا، ما في خرق للدستور اذا انا قلت عن واحد كاذب وتاني يوم يا اخي بطريقه لايقه عزاء، يعني وهداك معتبره انه حطه وراه، لانه الرئيس حريري معتبر كمان انه انا ماني مقصر برئيس الجمهورية. يعني كلهم بيحكوا على بعضهم، السياسيين اللبنانيين ما عليه الحكايه، رئيس الجمهورية الكل بيحكون بصالوناتهم، وانا ما طلعت للاعلام، فطلعت للاعلام بده اللي طلعها بده شوي يلاقي مخرج لعوده الامور الى نصابها. بس ما زال عم بس هيدي كلها شكليات ست جوال، يعني بيناتنا كلها شكليات. المهم شو اي حكومه، شو مهمه هذه الحكومه؟ بس قبل هل الحكومه حتنجح؟ يعني بعدنا عم نحكي باشخاص وباعداد وبتوازنات وكذا، بس انا برايي هيدي شكليات. المهم الحكومه شو مهمتها، شو جاي تعمل، هل فيها تنجح اذا اجت بصيغه معينه فيها او ما فيها تنجح. فهون السؤال، لانه بالاخير نحن شايفين الوضع وين صار، وشايفين انه الموضوع الداخلي، القدره الداخليه على معالجه امورنا صارت شبه عدم بالموضوع الاقتصادي. يعني بدون دعم دولي، بدون دعم خليجي، بدون صندوق نقد دولي، ما في اي حكومه بتجي، هي حكومه راح تدير الانهيار، مزيد من الانهيار، وراح تتفرج على الانهيار او تديره، يعني ما حفيها توصل الى معالجات. طب لا شك انه كلامك صحيح، بس الرئيس الحريري عم يوضع الكل بجو التاليف. شفنا الاتصال مع وليد جملات، تقول اعتقد كمان صار له اتصالات مع قيادات اخرى منهم الرئيس بري بطبيعه الحال، لانه التشاور تقول انه تعتقد انه في اتصالات. طب هالفريق الاساسي كمان ليش ما بحطه بجو؟ هلا من الناس اللي عم تسمعنا انه عن جد إلهم جلادي على الحرد، على الحرد السياسي، انه ليش بتصل فيكم وبتتصل فيه. انا قيم على بلاد، انا اذا مدير شركه بتلفن، انا موظف بحسه مغلط او واحد اسيستنت عندي او واحد مدير عندي، انا بتلفن بساله، انا محل فخامه الرئيس، انا بتلفن شو عم بيصير، شو صاير، بتصل بالحريري وبغير الحريري. يعني القائد هو بده يروح ورا الناس، الضابط هو بده ينزل عند العسكر شو عم تعملوا، يشوف شو اكل وشو شرب وكيف نام. رئيس المكلف هو اللي بيتشاور مع الكل، ما بتوقف عند هالامور، يعني ما بتوقف وبرجع بعتب وبرجع بحرد وبرجع، ما بدها هالقد، يعني صراحه ما بدها هالقد. يعني مفروض رئيس جمهورية عنده شي سؤال يتلفن رئيس الحريري، ينفتح له باب ما بيقول لا، يعني بالعكس انا ما هيدا اللي ناطره، كان ناطر باب حفظ ماء الوجه يطلع، مش بس يتصل فيه، يطلع لعنده، وكان ناطر دعوة ليطلع لعنده، ناطر اتصال تليفون، وما بدون عتب بدون زعل. بس كله هيدا بنرجع بنقول هيدا كله شكليات ما بحل مشاكل. رح نكمل هذا الحوار، بس خليني انتقل الى كمان بدي اعتذر مره جديده منك، بس في دواعي قهوه مقصودي مش اعوذ بالله، انت بتعرف انت تاخرت عم بتقصصيني ذنبك. خلينا نكفي بموضوع الاتصال. هناك معلومات، انه معلومات خاصه خليني اقول، لانه ما في شيء مؤكد، انه الرئيس سعد الحريري اتصل بوليد جملاط ليبحث معه او يحطه بجو انه ما في حكومه 18، اذا في امكانيه لل20 او 22 تيوقف على خاطر وليد جملاط في هذه المساله،
لانه معروف انه وليد جنبلاط ما بده الا حكومه 18. عندك هيدا الجو بصراحه؟ لا صراحه ما عندي هالجو، وما بحياته كان وليد جنبلاط عقدي بموضوع تاليف الحكومه. اذا حكومه بتوصل الى تاليف ووقفت عند هذه النقطه، ما بعتقد موضوع انه يكون في درزه ثاني في الحكومه هذه عقد كبير. تبقى العقد الاكبر من هاي انه كيف بدك تحسب الثلث المعطل، لانه على 20 اذا اجوا اثنين الكاثوليكي والدرزي محسوبين على التيار الوطني او على فخامة الرئيس، يعني صار في اكثر من ثلث معطل. بعتقد العادي هون مش عنا، العادي منا عنا، بس خليني بس لانه هلا بناء على المؤتمر الصحفي، يعني انا برايي الحكومه هون الموضوع اللي بدها عن جد تنكب عليه، هون مهمه الحكومه انه هل شو بدك تعملي، شو بدك تجاوبي القطاعات الاقتصاديه، كيف بدك تعالجي الماساه اللي عايشتها القطاعات الاقتصاديه، ليس فقط التجاريه، كمان المستشفيات، كمان القطاع السياحي والمطاعم والفنادق، كمان قطاع الجامعات. يعني اليوم الجامعات في كارثة كبيرة، قطاع الصناعة، كل القطاعات. يعني نحن يعني بنرجع نحكي، يعني نحن يعني نحن لاهين الناس جوي، مش انت يعني، مثل الرأي العام هلا الجرايد بتفتح كلها لاهين الناس بالعدد الحكومي، مين عنده هالحصة ومين عنده هالحصة، بس ما عم نحكي طب هالحكومة شو مطلوب منها، على أساسها بنبنيها. يعني حكومة بتكون حكومة مهمة محددة في إلى أهداف محددة، حسب هذه الأهداف بتكون حكومة تناسب هذه الأهداف. إذا جاي حكومة نحكي سياسي ليل نهار شو ما جبت، بس الأكيد اللي عم بتقوله أن وليد جنبلاط لن يكون معرقل صح؟ ما بعتقد، يعني ما حكينا بالموضوع لانه ما عندي هالمعلومات اللي انت عم تقوليها، ما بعرف مصادرك من وين، بس انا مني ولا مره بنقاشاتنا انه وليد جنبلاط بيوقف البلد عند نقطه او بيوقف حلول في بلد كرمال وزير بالزيد وزير بالناقص. يعني ما هيدا طبعا، حتى كنا نحن عارض اذا بتنسي من فتره انه ما نكون حتى، يعني هالقد وصلت معه. المهم البلد يمشي، المهم المبادره الفرنسيه تبدا تشوف بدايات النور، لأنه ما بقى عنا خيار غير هذه المبادرة اللي عم تتوسع وعم بتحاول تشتغل شغل اللي لازم نحن نشتغله، إن كان مع الأمريكاني مع السعودي مع المصري، هلأ بنحكيها إذا بتحكي. أكيد يعني أكيد إذا بحب، بس خليني بس آخر مداخلة في هذه الحلقة، لأنه من باريس لنطلع بس على الجو الباريزي مع الصحفية هدى إبراهيم بإذاعة فرنسا الدولية، أصبحت معنا عبر سكايب. بدي أقول لك صباح الخير، وبعرف عندك شغل، شكرا على هذه المداخلة قبل ما بلش معك. ست هدى دائما معلوماتك دقيقة، وبرجع بقول وقت زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كنت أول من كشف عن موعد هذه الزيارة اللي كانت مقررة للبنان. اليوم بدنا منك جو دقيق، متى سيلتقي الرئيس الفرنسي الرئيس المكلف سعد الحريري في باريس؟ اليوم مثل ما علمنا ولا لا؟ أو هل هناك تعتيم فرنسي كما هناك معطيات تقول على هذه الزيارة تحديداً؟ صباح الخير جوال، وصباح الخير لكل المشاهدين في لبنان وفي كل الأماكن. بطبيعة الحال هناك تعتيم فرنسي على زيارة الرئيس الحريري إلى باريس. فرنسا لا تريد أن تبدو أنها أقرب إلى طرف منها إلى طرف آخر في هذه الأزمة اللبنانية، لذلك فهي تفرض هذا التعتيم. حسب مصادر الرئيس الحريري فإن اللقاء بينه وبين الرئيس ماكرون سيتم اليوم. لا نعرف شيئا عن محتوى اللقاء سوى ما سرب من جانب أو من شخص مقربة من الرئيس الحريري، الذي يبدو أنه لا يريد أن يتراجع عن التعهدات التي اتخذها في العواصم التي زارها مؤخرا في القاهرة وفي أبوظبي وأيضا في أنقرة. إذن الرئيس الحريري مصر على رأيه، وربما هناك محاولة فرنسية جديدة لكسر الجليد، أولا من خلال لقاء الرئيس الحريري. وهناك من يتوقع، لكنه مجرد توقعات، أن يتم كسر الجليد هذا من خلال اتصال هاتفي يقوم به الرئيس الفرنسي بحضور الرئيس الحريري بالرئيس اللبناني السيد عون. هذه توقعات وليست معلومات. بالنسبة للرئيس الفرنسي، هو يريد إعادة إحياء المبادرة الفرنسية أولا من خلال إرسال المبعوث الفرنسي نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل إلى لبنان مجددا. تأكدت هذه المعلومات ست هدى؟ نعم. باتريك دوغال؟ نعم
نعم، جورال سيذهب إلى لبنان، كان ينتظر أن يعود الرئيس الحريري الذي سيعود بالتأكيد قبل 17 من هذا الشهر للاستحقاق مقتل والده والذكرى التي يحييها سنويا بهذه المناسبة. نعم. وأيضا المبعوث الفرنسي سيكون في بيروت في هذه الفترة. لماذا؟ لأن الرئيس الفرنسي سيتوجه أيضا إلى الإمارات والسعودية، سيكون هناك كلام بينه وبين المسؤولين وخصوصا في الرياض التي سحبت يدها من فترة من الملف اللبناني ولا تريد الدخول على الخط اللبناني، وهو في الواقع فتح خطا كبيرا لعواصم مثل أنقرة مثلا أن تتدخل أكثر في الملف اللبناني. الرئيس الفرنسي يحاول من خلال زيارته إلى الرياض أن يقنع الطرف السعودي بأن يعود إلى الملف اللبناني، يعود بأن يعود للاهتمام بالملف اللبناني. حين كان الرئيس الحريري في الإمارات سمعنا أخبارا تقول بأنه ينتظر إشارة من السعودية ليذهب إليها، هذه الإشارة لم تأتي وبالتالي فهو توجه إلى باريس. لكن الرئيس الفرنسي يشتغل على خط آخر من خلال زيارته إلى الإمارات والسعودية، لا يتعلق فقط بلبنان وإنما بالمنطقة. كما سبق وذكرت في مرات سابقة، الرئيس الفرنسي معني بالشأن الإيراني ويريد دائما أن يكون على خط الاتصال الأمريكي الإيراني. الإيرانيون قبل يومين قالوا أن هذه المبادرة الفرنسية لإدخال السعودية والإمارات على خط المباحثات في الملف النووي الإيراني غير ضرورية. مع ذلك فالرئيس الفرنسي يحاول. شيء أخير، يعني دائما اللبنانيون مشغولون بأنفسهم. بايدن الرئيس الأمريكي، الملف اللبناني ليس من أولوياته، لذلك نجد أن فرنسا متحمسة لأن تمسك بهذا الملف وأن تعين الأمريكي في هذا الشأن. فرنسا من خلال إمساكها بالملف اللبناني تريد الدخول على خط سوريا العراق إيران، تريد العودة إلى المنطقة. واضح. عندي سؤالين بعد سريعين. هل تحدد موعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى السعودية والإمارات؟ نعم، في 19 من هذا الشهر، في 19 لغاية 21. نعم، هناك موعد لهذه الزيارة وهي مؤكدة الآن. إلى الإمارات والسعودية، تمتد من 19 ل 21، صحيح؟ نعم نعم. وزيارته لكن... إلى لبنان من بعد هذه الزيارتين؟ ربما، لكنها حتى الساعة غير مؤكدة. كل ذلك سيعتمد على ما يمكن أن يحصل عليه في السعودية وعلى ما يمكن أن يتم من تقدم أو من مراوحة في لبنان من خلال المبعوث الفرنسي الذي سيكون في لبنان خلال الزيارة الفرنسية إلى السعودية. نعم ست هدى، تحدد موعد؟ يعني بعرف في تعتيم فرنسي، بس تقريبا أي ساعة اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي وسعد الحريري؟ لا يوجد هناك أي خبر سوى أن المعلومات من طرف الرئيس الحريري تقول بأن اللقاء سيتم اليوم. طبعا الرئيس الحريري ومنذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية التقى بعدد من الشخصيات الفرنسية المعنية بالشأن اللبناني والتي تعمل. برنار إميه وجورال؟ وديورال وإيمانويل بون أيضا الذي كان سفيرا سابقا في لبنان والمعني أيضا بهذا الملف وهو مستشار كبير للرئيس الفرنسي في الكثير من الملفات. يعني معلومات كثيرة عطيتينا إياها. شكرا لك ست هدى إبراهيم من العاصمة الفرنسية. بدي أشكرك دائما على مداخلاتك القيمة معنا عبر هوا الأو تي في. شكرا أستاذ فيصل. بعد يعني هاي معلومات قوية، معلومات مهمة للرأي العام. يعني أكثر من أنه وزير بالزايد ووزير بالناقص وحصة هيدا يعني عطيتنا معلومة أنه سيتوجه إلى الإمارات والسعودية. حددت التاريخ في 19. هي معروفة، التاريخ جديد. هلا مزبوط. وأنه كمان التقى الرئيس الحريري برنار إميه وبون وحتى باتريك دورال قبل يبدو لقاءه. من الطبيعي أنه يتحضر لقاء رئيسين، يعني وتكون في لقاء رئاسي، من الطبيعي الرئيس يحضر أجواء اللقاء مع مساعدين وقبل ما يقعدوا. طب ليش هناك تعتيم فرنسي برأيك؟ ما بدها تقول أنه هي استقبلت الرئيس الحريري كرئيس مكلف؟ لأنه لأنه ما بده يبين الفرنسي كطرف. يعني من البداية كان حريص الرئيس الفرنسي أنه ما يكون طرف بهذه العملية تشكيل الحكومة.
كان مفترض أنه اللبناني من ذاتهم بشكل حكومتهم بدون ما يحتاج إلى هذا الجهد الكبير، وأنه يحط جهده كان بالمساعدة في تحصيل إعادة الأمر وفي تحصيل الإنقاذ المالي والاقتصادي اللبناني. كان هدفه من الأساس أنتوا عليكم بالحكومة كشرط أول، وكان حاطط واعد حاله ب 15 يوم إذا بتذكري بأيلول، صحيح، خلال 15 يوم شكله حكومة مهمة اقتصادية اجتماعية وليس مهمة سياسية، وأنا علي بالدعم، أنتوا عليكم بالإصلاح وبالحكومة وأنا علي بالدعم. للأسف نحن لا حكومة عملنا ولا إصلاح عملنا، فهلأ فوتناه معنا بموضوع تشكيل الحكومة بتفصيلاتها اللي برأيي يمكن تاخد شوية وقت، وإنما ماشي يعني بلشت حلحلتها بالاتصال مع الرئيس الأمريكي. هون بدي فوت بالتفصيل. في حراك لافت جدا دولة خليجي تقود فرنسا في لبنان، من بعد الاتصال تحركت كل الأمور، وزير خارجية قطر أتى إلى لبنان إلى بيروت، السفير السعودي عم يستكمل نشاطه. بداية بدي أبدأ من زيارة الموفد القطري، هل ترى أنه هي مكملة للمبادرة الفرنسية ولا لا؟ هي برأيي الحراك العربي الخليجي بهالمرحلة هو استطلاعي أكثر، يعني إن كان الحراك القطري هو حراك استطلاعي للمرحلة المقبلة ليشوف، وإن كان عودة السفير السعودي مع منرحب فيه صديقنا كمان أنه كمان للاستطلاع قبل اجتماع الرئيسين، يعني لابد أنه ياخد آخر الأجواء اللبنانية، يطلع على آخر الأجواء اللبنانية والقيادات اللبنانية قبل ما يزور الرئيس الفرنسي السعودي. وبالتالي متوقع أكيد أنه يكون السفير السعودي في لبنان موجود بالرياض قبل زيارة الرئيس، ويوضع القيادة السعودية بآخر تطورات الملف اللبناني والأوضاع اللبنانية، فهذا الطبيعي. بس بعده الموقف السعودي موقف لا بعده موقف متحفظ من التدخل في الموضوع اللبناني، يعني الموقف الدولي أفضل من الموقف الإقليمي بالموضوع اللبناني. كان سعوديا من باب أنه أنا ما بدي أتدخل وتجربتي ما كانت ناجحة، وعملتوا تسوياتكم الله يبارك لكم فيها. الإيراني من ناحية تانية كمان ما بده يعطي، كأنه من وزير خارجية الإيراني كان واضح أنه بده يحكي مع الأمريكاني ما بده يحكي مع الفرنسي، ففيها النقطتين بدهن حلحلة. الوضع السعودي أهون للحلحلة لأنه بالاخر في مصر عم بتساعد الرئيس السيسي، عاطي هالغطاء او هالشرعيه العربيه للتحرك الفرنسي، ومنه من هلا يعني ما بدات مع زياره الرئيس حريري، بدات مع زياره الرئيس السيسي الى فرنسا من فتره، وطلب منه الرئيس ماكرون انه يساعده بالملف اللبناني، بموضوع الملف اللبناني، وطبعا بموضوع التركي وبموضوع المنطقه. طيب يعني فرنسا مانت على السعوديه لحتى هلا بيبين بالزياره، صراحه بيبين بالزياره، بس هذا تحضير للاجتماع اللي بده يصير بالرياض طبعا، يعني اللي عم بيصير اليوم من استطلاع خليجي هو تحضير للاجتماعات الفرنسية الخليجية اللي حتحصل مثل ما عرفنا هلا ب 19 الشهر، ونأمل خير منها طبعا. نأمل خير. قلت نقطة مهمة انه السعودية بعدها بموقع المتحفظ بالملف اللبناني، عملتوا التسويات من دون ما حدا يرجع للمملكة العربية السعودية، يعني لهلا حتى هذه اللحظة السعودية بعد منا موافقة على ترأس سعد الحريري حكومة تشارك فيها حزب الله. هي ما مرتبطة بالرئيس حريري كرئيس، مرتبطة بهوية لبنان، يعني ما ننسى اليوم نحن عم نحكي عن حكومة بأحلى حالات، يعني عم نركز على الثلث المعطل وكذا، بس نسينا انه هاي الحكومة إذا أخذ الرئيس حريري 5 من 18 حيكون الباقيين كلهم فريق تامن من أذار، من فريق اللي يتهجم على السعودية بالليل وبالنهار، وبالتالي السعودية ما شعر إنه السعودية لا تشعر إنه هذه الحكومة بأكثريتها الوزارية راح تكون لصالحها، زائد العامل وجود حزب الله في الحكومة، يعني حزب الله أحد العوامل، وعامل الثاني إنه الفريق المخاصم للسعودية عنده الأكترية رح يكون في الحكومة، الأكترية ساحقة، عشان هيك الفرنسي من البدايات كان عم بيحكي بحكومة مهمة اختصاصيين غير حزبيين، وهلا عم بيحاول الرئيس حريري يمارسها أو يطبقها، اللي هي حكومة منا ضد الأحزاب، منا كيدية بحد الأحزاب، وإنما منهم حزبيين، ومنهم ما رح يكونوا بمجلس وزراء او عطاء مجلس وزراء، كل ما بده ياخذوا قرار يطلع يعمل تليفون لرئيس حزبه اذا بيمشي او ما بيمشي، يكونوا اخصائيين قادرين بالملف اللي ماسكه بالحقيبة اللي مسكها هو ينصح رئيس حزبه وين الصح وين الغلط، لانه رؤساء الاحزاب ونحن كسياسيين منا خبراء في كل شيء، فنحن بدنا وزراء خبراء ينصحوا صح وياخذونا الى بر الامان، ما نضلنا بلغه انه الليره ب1000 خير والدولار ب1000 خير ونصدق
وتخرب البلد فجأة وما معنا خبر. كرأيك الخاص عم بحكي لأن بعد ما في معلومات بانتظار لقاء ماكرون يعني زيارته إلى السعودية، تحليلك السياسي أنه ممكن السعودية أنه تجاري المناخ الإقليمي الدولي الحاصل التسويات اللي بدها تصير وترجع فعلا تحط إيدها على ملف لبنان، أو أنه الإمارات أخذ اليوم دور السعودية؟ ليك ما حدا صراحة برأيي ما حدا بيقدر ياخذ دور السعودية في لبنان. الإمارات عم بتعبي عم بتنسق مع السعودية خطواتها، وإنما حتى الإمارات هي لا ترغب بهذا الدور، عارفة إنه هذا الدور تاريخيا وعاطفيا وحنينيا وماديا هذا دور السعودي، وإنما بغياب أو بقرار سعودي بالانسحاب من لبنان اللي أثر كتير على كل القطاعات الاقتصادية عم نحكي فيها، يعني موضوع العقار، موضوع الاستثمار، موضوع السياحة، موضوع، وإنما شعرنا كلبنانيين عن جد بحجم الخسارة بالانسحاب السعودي. الإمارات فتحت باب، مصر هلأ بتفتح باب تاني، وإنما كل هذا لا يتوج عودة كمان العلاقات اللبنانية السعودية إلى 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 بر الأمان وإلى كما يجب أن تكون. يعني وما ننسى أنه غير أنه السعودية بعد قطعتك أو السعودية انسحبت من لبنان، وإنما في مئات ألاف اللبنانيين يعيشون من وراء السعودية أو يعيشون في طبعًا السعودية طبعًا. وأيضا يعني لازم نعترف فيها. هلأ الموضوع التركي غير، الموضوع التركي يمكن هلأ إذا التفاهم اللي عم بيصير بليبيا يمكن يخفف التشنج، وإنما بعده لا، الفرنسي منه مرتاح من التحرك التركي بكل البحر الأبيض المتوسط من لبنان لليبيا لأبرس لليونان. يعني في صراع أوروبي تركي بموضوع النفوذ في هذه المنطقة، ويمكن مشان هيك الفرنسي عم يتحمل شوي، عم يتحمل سألتنا إذا بدي أقول، لأنه ما بده المنطقة تفلت، بده يكون له حضور في لبنان، بده رفع وفي من بده حضور السياسي لأمانيا، وبده حضور لا حتى استراتيجيا بده حضور في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولبنان عاصمة بالنسبة للفرنسيين في هذا النفوذ، وبالتالي الفرنسي ما رح ييأس بالسهولة الناس مفكرين. مبادرة فرنسية ستبقى لأنه في مصالح بعيدة المدى للفرنسيين بهذا الموضوع. بس رئيس الحزب التقدم الاشتراكي كان أول من قال بلقاء مع المغتربين أنه المبادرة أفشلت. المبادرة في عليها ضغوطات ومحاولات إفشال ونكسات مثل ما بيقولوا، وإنما بنلاحظ أنه كل فترة بترجع بتبين أنه لا بعدها موجودة، بتجي بصيغة أقوى وبصيغة أفعل يعني. طيب ليش؟ بس في ناس بدهم يفشلوها. إيه حتى الإيراني كان صريح الوزير خارجية إيران أنه أنا ما بدي أحكي مع الفرنسي، حاول الفرنسي يتوسط بموضوع النووي هذا، أنه لا أنا فرنسا طلبت السعودية تكون طرف، سكر له إياها أنه لا نحن بنحكي مع الأمريكان، ما بده وساطة الفرنسي، لأنه الإيراني عنده حسابات تانية، عنده حسابات تانية على مستوى المنطقة، وواضح صار الخلاف الأمريكي الإيراني اللي عم ينعكس على لبنان، لأنه الموضوع بطل بس نووي، صار موضوع الصواريخ البالستية، وموضوع مثل ما صار معروف النفوذ الإيراني في المنطقة، ولبنان أحد مواقع النفوذ الإيراني فيه، وهذا بده ينحط على الطاولة. هلا الخلاف بالشكل وبالمضمون كمان عم ينعكس علينا، لأنه بالشكل الإيراني بيقول الأمريكاني شيل العقوبات لنرجع نقعد نحكي بالنووي، الأمريكاني بيقول له لا ارجع عن التخصيب اللي بلشته تنرجع نحكي، وكمان الإيراني رافض شغلة مهمة أنه يحكي بالثلاث ملفات مترابطين ببعضها، أنه يربط الاتفاق حول النووي مع الاتفاق حول نفوذه في المنطقة مع الاتفاق حول الصواريخ. الأوروبي والأمريكاني مصرين، وهي نقطة مهمة للبنان، مصرين أنه لا أنا ما بيجي بريحك ماديا بشيل عنك العقوبات فقط للملف النووي، وهالمصاري اللي بدك تاخذها بدك تروح تستثمرها بلبنان وسوريا وعراق ويمن، لا بدنا نتفق على هذا الموضوع، على حضورك في المنطقه، على دورك الاقليمي بما يرعى سياده الدول المنطقه وبما يحمي امن القومي، وبعدين وهو كله بنربطها مع الصواريخ وبنربطها مع النووي. ففي فتره شد حبال، ما بعرف قديش الايراني رح يسهل متى تتبلور الفتره، يعني كيف يتبلور مرحله الشرق الاوسط، ما بعرف اذا الجديد او مصير يعني المنطقه ككل. ليك الاشارات الاوروبيه الامريكيه بالذات، الاشارات الامريكيه باتجاه التفاهم مع ايران مريح فكره انه ما في تصعيد عسكري، عطى اشارات ايجابيه باليمن انه انا مع وقف، يعني اعلن الرئيس بايدن انه وقف اطلاق النار في اليمن يشيل الحوثيين عن العقوبات، يعني عطى اشارات انه يريحهم باليمن مع الحفاظ على الامن القومي السعودي، انه كمان اكد على حمايه الاراضي السعوديه، وبالتالي كانه الامريكاني عم يعطي اشارات انه باليمن مع الحوثيين اتساهل، مع العراق نتشارك، لبنان وسوريا لا بعدها مش محسوبه، لبنان وسوريا عندك الاعتبار الاسرائيلي يدخل على الخط،
انه لبنان على حدود اسرائيل، وبالتالي النفوذ الايراني واضح انه في هجمه كبيره، وحتى في قبور روسي معين لاضعاف النفوذ الايراني في سوريا وتباعا في لبنان، لانه لاسباب اسرائيليه ولاسباب النفوذ الاسرائيلي في امريكا وروسيا. طيب عم بتقول انه السعوديه بدنا نشوف نترقب الزياره الفرنسيه، ليش نائب رئيس مجلس النواب بيقول انه فور تشكل حكومه في وديعه سعوديه ما بعرف مليار دولار؟ ليك انا بشك يكون في اي ليره غير عبر القنوات اللي اعلنت دوليا، اللي هي قناه الاي ام اف صندوق النقد الدولي، قناه سادر. عندنا قناتين للدعم المالي الحقيقي. هلا يمكن تحط وديعه بالبنك المركزي السعودية ممكن، ممكن تحط وديعة إذا كانت مرتاحة ما في مشكلة، بس إنه لا يعطوك مصاري لا، ولا يعطوا مصاري حتى دوليا. هلا إذا بتلاحظي 240 مليون مع البنك الدولي، هني هودي للقصص الإنسانية، يعني المساعدات الإنسانية الدول تحترم حقوق الإنسان وكذا، بضل بيوقفوا معك، بس مساعدات اقتصادية مالية صفر. قبل ما تتشكل حكومة تكسب ثقة الداخل والخارج بموضوع الإصلاحي وبموضوع التعاطي مع سياسات المنطقة، و برنامج مع صندوق النقد الدولي تينظم دخول النقد على لبنان، دخول الفريش ماني على لبنان، وسادر لينظم إعادة الإنماء والأعمار في لبنان. هؤلاء البابين الوحيدين اللي رح يجيكي عنهم مصاري جدية قادر تحل أزماتنا اللي نحن عايشين اليوم الاقتصادية الاجتماعية. طيب قبل ما نفوت بالتفاصيل الحكومية، بعده رئيس الحزب التقدم الاشتراكي بينصح الحريري بالاعتذار؟ لك هلا بدنا ننطر صراحة، يعني هلا أي مواقف ابيض اسود، يعني نحن وقت حكيناها كان الامور، يعني كان عنده جو، كان الامور جامده، لا مش بس جو، كانت الامور جامده، وكان في ضرر على سعد الحريري. ما حكيها بس من باب انه كرمال انه انت عم يستنزفوك، عم يستدرجوك، عم كذا، ما كان في ابواب حلول ظاهره. اليوم كانوا تحرك الرئيس حريري وبلش يبين ابواب للمعالجات، ما بقى فينا نحكي بالمنطقه بانتظار اللقاء الفرنسي السعودي. هونيك راح تكون النقطة الفاصلة لموقف الرئيس حريري ولموقف الدعم الخليجي اللي بده يجي واللي راح نعوزه. مش يعني ما ناطرين نحن الصراحة، مش المهم يحطوا المليار، المهم يساعدونا، يشاركوا بسادر، يشاركوا مع القرض اللي بده يجي من الاي ام اف لإعادة جدولة الدين وكذا. هونيك السعودي راح يكون دعمه أكبر. إذا عم نقول أنه مثل ما قالت الصحفية هدى إبراهيم بين 19 و21 هي الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي الخليجي الإمارات والسعودية، يعني ما في حكومة قبل نهاية هذا الشهر؟ لا بشك قبل هالاجتماعات كلها يكون في حكومة، بشك يعني قبل ما يبين شو الجو السعودي، قديش الفرنسي أقنعوا بحكومة المهمة. قد ينعكس بعد الاجتماع السعودي الفرنسي والإماراتي، ينعكس كمان على طبيعة الحكومة، يعني كلنا نحس أريح مرتاحين أكتر ونروح أكتر باتجاه حكومة مهمة. لا بمعزل عن بس اسهم عليه، شون الرئيس الفرنسي حكي أو يعني ما سرب خلال اتصال الرئيس الفرنسي بالرئيس الأمريكي جو بايدن، حكيوا عن أنه فرنسا مستمرة في جهودها لتشكيل حكومة ولو غير مكتملة المواصفات. يعني ماذا المقصود هون؟ انه ممكن ما تكون حكومة اختصاصيين بالكامل، لانه في كتير قرأ فيها مراقبون انه تبدل او في شيء جديد بالمبادرة الفرنسية، ما الذي تبدل؟ الجديد هو انه اخذ هامش امريكي اوسع، يعني مع دونالد ترامب كان اصعب التحرك الفرنسي، كان مكبل اكتر. اليوم مع رئيس جو بايدن واضح انه اخذ هامش في الوقت، في الفترة الزمنية اللي ممكن يتحرك فيها، وهامش في الصلاحيات اللي ممكن يتحرك فيها ببت بعض المواضيع الداخلية. بيبقى الشرط الامريكي انه ما يكون حزب الله في الحكومة، ما هيدي بدو مع الديمقراطي ومع الجمهوري بعدها موجودة بشكل مباشر. عم نقول هلا ممكن هذا الهامش يلطف الموضوع، وشخصيات قريبة او منا بعيدة عن حزب الله وانما منا محزبة حزب الله بعد كمان ما محسوم، بس ممكن يقدر الفرنسي يقنع على الامريكان اذا كل شيء اخر ظابط بهذا الموضوع. فهيدي عقبه ما نستقلها، يعني ما نحن عم نحط العقبه هون عند رئيس حريري السعوديه كبز. انا شايف العقبه الايرانيه اكبر، عقبه القبول بعدم مشاركه حزب الله بوضوح، عقبه انه الملف الايراني الامريكي وين بده يوصل، عقبه محاوله ادخال السعوديه، يعني السعوديه مقابل هالتسهيل بدها تفوت على الملف الايراني، على الملف النووي الايراني الفايف بلس 1، يعني هاي الخمسه زائد واحد بده يصير خمسه زائد اثنين او ثلاثه حتى، بده يحضر السعودي على طاوله الملف النووي الايراني، لانه
وبده يكون الملف النووي ليس الوحيد على الطاولة، بده يكون معه موضوع الصواريخ لأنه يهدد الأمن القومي الخليجي، وبده يكون كمان موضوع النفوذ الإيراني في المنطقة لأنه يهدد الأمن القومي العربي والخليجي، إن كان باليمن عم بيهدد السعودية، إن كان بلبنان وبسوريا وبكذا عم بيهدد. فلا، في ملف كامل، في تعقيدات كبيرة. أنا أرى أنه إذا رح يصير تعقيدات هي من الجانب الإيراني أكثر ما هي من الجانب الخليجي أو السعودي. طيب بتعتقد أنه، بعرف نحن ننتظر الجو الإقليمي وما قد يرشح عن زيارات المرتقبة، بس بالنسبة للتفاصيل اللبنانية الحكومية، ما عم تتدخل فرنسا من باب 18 و20 و22 تفاصيل، يكون في حل وسط، يكون في حل وسط على قاعدة لا غالب ولا مغلوب؟ هيدي بدنا مهم، بس يصير في ارتياح او تسويه اقليميه بهذا الموضوع، بس الايراني والامريكي يرتاح ولا موضوعهم، بس السعودي يرتاح لامنه القومي وكذا، وكلنا بلحظه بتحسيها هاي التفاصيل، وبصير اللبناني يستخسفوا عالم على شو عم نحكي. طيب الوزير عطله بيقول ما في عوده لحكومه، المهم ما مهم، انا برايي العدد ما مهم، شويه التسييس كمان ما مهم، اذا هذا التسييس ضمن اطار واضح، وانما حكومة إصلاحية حتما، يعني لا يعني كل تعليقات الأمريكية الفرنسية البنك الدولي الخليجية، يعني بارح الرئيس الوزير القطري لما أنه لا حكومة ضمن برنامج إصلاحي الدول، يعني ما بقى حدا يرضى بحكومة غير إصلاحية، يعني ما بقى نفكر نحن كأحزاب إذا أنا سميت وأنت سميتي وهالحزب سمى أنه مسموح سمي واحد يروح يشتغل مثل ما كان بزنس أزيوج مثل ما كان يشتغل، بده يجيش أشخاص إصلاحيين شفافين ما عليهم ملفات، ملفاتهم مفضوحة رح تكون، أنت ملاحظة بعدك عم تحكي اجتمع بمدير مخابرات الفرنسية، مخابرات العالم كلها رح يكون عندها ملفات الوزراء اللي رح يستلموا، هذا كل ليرة بفوت على لبنان في عليها عيون من كل مخابرات العالم، ولبنان ما بقى مقبول يكفي بالطريقة اللي كانت. طيب بس أنا أفهم من كل سياق حديثك أنه ترقب للخارج تنشوف كيف بدها تتحل حل حكوميا بكل التفاصيل. طيب ليش الرئيس بري ببيان بيقول انه من عندياتنا؟ لانه كانت من عندياتنا وقت الحكي الرئيس بري، مزبوط كان واقفه عنا، كانت واقفه عنا وعنا، هلا اضطرينا الخارج انه يا بده يضلوا يتفرجوا علينا وينطروا انهيارنا ونلبكن فينا زياده، يعني انا متفاجئ الخارج كيف قالوا جليتي علينا، بس هي صراحه انا متفاجئ الخارج كيف من عندياتنا، بس رجعنا لانه عندياتنا ما عم تنفع، عم نرجع كل فترة وفترة نرجع للخارج، بيرجع بيأس الخارج، إذا بتلاحظي من أيلول لليوم كذا مرة تنكب عنا بعناوين واضحة نرجع نحن نفشكلها، بس أنت مقتنع ترجع الخارج يتدخل، مقتنع أنه فعلا هي مشكلة داخلية؟ أنا برأيي داخلي وخارجي، أنا اثنين، يعني الداخل أنا برأيي المؤسف أنه نحن الداخل عم نستغل التعقيدات الخارجية تنحسن ظروفنا بين بعضنا، يعني عم بيجوا الافرقاء اللبنانيين، مين رئيس الحريري عم كل الافرقاء الداخليين، انا بستغل عقده ايران امريكا السعوديه فرنسا السعوديه مصر تركيا، بستغل هالتعقيدات انه والله بعدها مش مكشوف، تجرب حسن وضعي مع هالحزب الفلاني او مع هالطيار الفلاني، يعني بعدنا عم نلعب لعبه الابتزاز والاستغلال وكذا بحق بعضنا، كل الاحزاب اللبنانيه عم تلعب هذه اللعبه، بالوقت اللي لا بالعكس خلينا نروح كنا نشكل حكومة ما نلبك الخارج فينا، عنوانها الحكومة واضحة، مش المهم، يعني أنا هاي حكومة بالخليج وبالدول عندهم أحيانا بعينوا موظف سفير برتبة وزير أو رئيس بنك مركزي برتبة، هاي حكومة مجلس إدارة برتبة حكومة، يعني هيدي منا حكومة جاي تعمل قضايا سياسية كتلة، بس هي حكومة، هي حكومة إذا الفعل ها هاي هون النقطة الغلط، هون الغلط. ليش سألتك شو مهمة هذه الحكومة؟ بأيلول الماضي أو بعد انفجار المرفأ المؤسف كان الجو الفرنسي إنه حكومة مهمة لتشيلكم من هالأزمة الاقتصادية كذا، ست أشهر تسع أشهر لإني ضلينا الماطل ونحن ما كان عينا هيك، نحن عينا يعني المهم اللي عم يفكروا فينا العالم فيها كيف بدهم ينقذونا من واقعنا الصحي الاجتماعي الاقتصادي المالي المزري، نحن عيننا وين انه هاي حكومة مش هي مهمتها، مهمتها شو بدنا نعمل بالرئاسة الجاي، شو بدنا نعمل بالحكومة الجاي، كيف بدنا نعمل بالانتخابات الجاي، يعني لانه نحن نوايانا كانت نوايا غير انقاذية، نوايانا كانت نوايا سلطوية، انه انا كيف بدي تركب حكومة اضمن انه بالانتخابات الجاي رح اخد حصة اكبر، كيف بدي اضمن حكومه اذا ما صار انتخابات رئاسيه كيف بدي اتحكم بالبلد اكثر، للاسف بهالعقليه الشيطانيه اللي سمونا فيها هالعقليه الشيطانيه وصلنا لجهنم، يعني لانه
ما كان العالم عم ينظر بهالطريقه، العالم كان عم ينظر بمهمه اخرى وتخلص. مع العقل اللبناني اكيد لا، بتضمن. مع العقل اللبناني اكيد لا، ما في بيضمن، لانه عقل سلطوي، عقل سلطوي شيطاني. ما فرقاني معه مصلحه الناس، ما فرقاني معه وجع الناس، فرقاني معنا انا اخذ حصه اكبر او اخذ وزاره افضل او اخذ. للاسف ما المطلوب من الرئيس سعد الحريري بكل صراحه اليوم لا يتحلحل، عم بتقول في مشاكل داخليه، هل مطلوب الرئيس الحريري ان يتوجه الى قصر بعبده انه يتناقش مع رئيس الجمهوريه بموضوع التسميه؟ شفنا رئيس بري ببيانه نحن سمينا. انا برايي انا كنت اتامل من قائد البلاد او رئيس البلاد ما فيها شيء كان يتلفن. هلا يعني اللي حكيته لضيفتك من باريس يعني شيء بيضحك، انه عم نلبك الرئيس الفرنسي معنا انه يعمل اتصال مثل ما صار مع استاذ جبران باسيل والشيخ سعد الحريري، كمان اضطر المندوب الفرنسي يرفع التليفون ويحكيهم مع بعضه وما وصل. وهلا راح يكون اتصال شكلي. يعني ليك نحن لوين عم نجرجر قيادات العالم؟ ليك بشو عم نفوتهم؟ مطلوب نروح نطلب اشياء تفيد لبنان، اشياء تفيد شعب لبنان. تدعو الحريري للتوجه الى قصر بعبده؟ ادعي الحريري التوجه، ادعي رئيس عوني يتصل فيه، ادعو، مش مهم كل هيدي التفاصيل، ادعو يتكابى يعني يتعالوا اثنيناتهم على هالامور، اثنيناتهم لازم يتعالوا على هالامور. يعني ليك نحن وين ناطرين اجتماع بفرنسا ليتصل الرئيس ليجمعنا على التليفون بالوقت اللي لازم نكون مهتمين بالصرخة الاقتصاديين؟ هلا يطلع كل مرة، ما في 14 اجتماع، طب ناطر هالاتصال من رئيس الجمهورية اللي هو رئيس بدك رأيي بالآخر يعني لأنه اللي أنت لما حكيت له اللي قلنا اللي حكيناه من الأول المهمة بعده رئيس الجمهورية ورئيس الحريري والقوى الأساسية ما معتبر أنه مهمة هذه الحكومة هي إنقاذ الشعب اللبناني، هي إنقاذ الاقتصاد اللبناني، وهي مؤقتة وهي مهمة. معتبرين مهمة هذه الحكومة بكرة بده يصير فراغ، الحكومة رح تحل محل رئاسة الجمهورية، إذا صار تأجيل للانتخابات النيابية الحكومة حتكون حكومة تصريف أعمال تحكم البلد. يعني نحن دايما منروح على الورست كيس سيناريو، يعني ناسين وجعنا وعم نروح لبعد سنة. يعني تتوقع يعني أن يعتذر رئيس الحريري؟ لا 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 لا, لا. حتى لو فشل الحراك الخارجي بأنه يحصل سعد الحريري على موافقة سعودية، في ناس تتمنى أنه يفشل وبتتمنى أنه هذا، بس أنا ماني شايفة. طيب. يعني جربنا حكومة هلا حكومة لون واحد وشفناها كيف شو عطيتنا. خليني بعد عندي بس ما بعرف دقيقتين، في كتير كم ملف بدي أحكيك فيها. نداء البطرك الراعي، بفتكر إذا أنا مش غلطانة عندكم شوي موقف هيك متريس متمايز بالوقت يلي كان يتوقع أنه الاشتراكي يصير مع نداء الراعي بأنه طرح قضية لبنان بمؤتمر برعاية الأمم المتحدة، مؤتمر دولي، وامبارح رجع ناشد هذا الأمر. ليك المعلومات تقول أنه الاشتراكيين مع هيدا بس ما بيلاقوا توقيته مناسب. دقيقة. أنا برأيي امبارح كان واضح كتير غبطة البطرك عم بيربط الموضوع بأمم متحدة، يعني الخوف اليوم تدويل الأزمة، يعني التدويل لبنان مدول، يعني الأزمة مدولة بمبادرة فرنسية وغير مبادرة فرنسية، عندك 1559 على الفصل السابق، عندك 1701 على الفصل السابق. تعليقك على زميلك مدول. أنور الخليل بده تدخل مع بلك أنور الخليل كان عم بيعمل قراءة ومنه بعيد عن الرئيس بري، يعني ما نكون انه عم يضووا على ناحية انه اذا البلد فرق. رئيس بري قال له ليكتب هيك؟ مش قال له ليكتب، بس انه ما بعتقد انه الخليل رح يحكيها هيك من راسه امين سر لقاء. يعني ليش تراجعوا عنا؟ يعني شافوها تقيلة شوي يمكن طريقة الاجت، بس انا برايي انتوا ضدها؟ ليك خلينا نوصف الواقع، يعني انور الخليل كان عم يوصف الواقع وصفه صح، انه اذا فرط البلد رح يصير تدويل. البلد انا برايي اليوم اذا بدنا نحكي بالتدويل البلد مدول، عندك قرار 1701 على الفصل السابع، قرار 1559 على الفصل السابع، يعني عندك العديد من القرارات الدوليه، عندك امم متحده بالجنوب، عندك مبادره فرنسيه. وانما الحكايه غبطه البطرك، يعني احنا نقول الخوف غضبته وخوف الجميع اللبنانيين انه اليوم يحكي الامريكاني والايراني ويصير لبنان بدل ما يكون، يعني الامم المتحده بتطمنه للبطرك اكثر انه وحكيها امبارح، الامم المتحده بتحكي بمصلحه لبنان. اما اذا لبنان انحط على طاوله المفاوضات الايرانيه الامريكيه، الخوف غبطه بطرك وخوف نخاف كل الناس انه يجي الامريكاني والايراني يتفقوا لبنان يروح طردي الى ايران مثل ما راح طردي لسوريا في وقت من الاوقات. وبالتالي بفهم غبطه البطرك صرخته بانه ما نفوت ما نخلي لبنان، روح نسكر ملف الحكومة، روح نقعد على طاولة المفاوضات، نكون نحن شركاء في طاولة المفاوضات الإقليمية عن تقسيم المنطقة وكيف شو عم بيجري في المنطقة، ولا نكون نحن جوائز ترضي للأفرقاء يعني الإقليميين. يعني أنتم مع نداء البطرك الراعي؟ هلا
مش ابيض اسود هيك، ما لنا ابيض اسود. انا بحاول اشرح انه نحن مع نحن مع انه مايكو، انا ما بدي ما اخذنا ما اجتمعنا اخذنا قرار ما انه لا بقى ما بحث، بس مع انه ما يكون اول شيء مدول الوضع، في قرارات مدولة. ثاني شيء المبادره الفرنسيه دوليه وواجهه لتدخل دولي. ثالث شيء نعم في خوف من اي تفاهم امريكي ايراني يكون على حساب لبنان، انه انا بعت برايحكم تعطوني لبنان او تعتبر توقيته مناسب. وبالتالي البطرك عم يلبه من هالشيء انه انتبهوا للمحادثات الثنائيه والثلاثيه الدوليه الاقليميه، اذا بده يصير محادثات دوليه على عن لبنان فلتكن في الامم المتحده، فليكن الامم المتحده اللي نحن جزء منها واللي بتتعاطى ساعتها بمصلحه لبنان. اما اذا تركنا المحادثات الدوليه يعني بطرك شايف انه التدويل حاصل، بدل ما نترك هذا التدويل لنقاش ايراني امريكي يعني او ثنائي ثلاثي. انا انبه اذا لبنان ابقي على هذا الانهيار اللي هو فيه وبلشت المحادثات الثنائيه والثلاثيه الاقليميه الدوليه انه يصير لبنان جائزة طردي. اوكي انت يعني مع صرخه البطرك راعي ونداء شكرا لك. وضحت خلاص وضحت ما بدك تقول موقف يعني حاسم بهذا الموضوع. شكرا لك فيصل الصايغ عضو اللقاء الديمقراطي. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعه والى اللقاء.